أهلا بكم في برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين إن كان عبر الهاتف أو من خلال تفاعلكم على منصات التواصل الاجتماعي حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية. يمكنكم المشاركة معنا عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة أو من خلال رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب. أطلقت وزارة الصحة العام الماضي مبادرة لإعادة الأطباء العراقيين الذين تركوا البلاد بعد العام 2003 بسبب الظروف الأمنية والتهديدات التي تعرضوا لها عبر تقديم الضمانات لهم، فيما أكد مسؤولون بأن عودة الأطباء مرهونة بتوفير الأمن والاحترام لهم. وتقدر إحصاءات غير رسمية أعداد الأطباء خارج العراق ب 72 ألف طبيب، غالبيتهم من ذوي الكفاءات العالية والذين يعملون في مستشفيات عالمية. ويعاني العراق نقصا في الكوادر الطبية من ذوي الكفاءات، لا سيما مع انتشار جائحة كورونا وضعف النظام الصحي العراقي. ويستمر العراقيون بنشر المقاطع حول أوضاع المستشفيات على منصات التواصل الاجتماعي. اليوم تم نشر مقطع قالوا بأنه تم الاعتداء على الأطباء والكوادر الطبية في مستشفى الصدر بالعاصمة بغداد من قبل أشخاص جلبوا أحد المرضى وطالبوا بعلاجه بشكل عاجل، ليقوم هؤلاء الأشخاص بالاعتداء على الكادر الطبي ليتم بعد ذلك هروب الكادر الطبي من مستشفى الصدر بالعاصمة بغداد. دعونا نتابع هذا المقطع الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي في العراق. العالم كله بالشارع حسين طابون على الدكتور كاتيه والدكاتر كله شارع. هاي فارغ المستشفى. دكاترة كله على السيارات الجدة. زين عم غير كتلوهم هنا. والله هاي عم طابون بالخمسين واحد. عم 50 واحد من حي الأكراد. زين بس مليار قطاع. على الدكاترة. ولا دكتور بقى ولا مضمن. عتوادر يا عم بيالك هاي عم مليان من الطلايب هاي دكاتره يدرون الولد موجودين هنا مريض جاينا المريض اي عندهم مريض النوبه فوق ما يعالج المريض ما نمي يكتلون المريض عدل يعني اي مريض عدل يعني وش كل عادل طوارئ الدكتور ما يلحق عليه راجع يعني ما يلحق الاف نبقى مع أوضاع المستشفيات في العراق، حيث نشر عراقيون على منصة فيسبوك مقطعا من داخل مستشفى الصدر لكن في محافظة النجف، يبين انتشار النفايات في المستشفى، كما أن بعض المرضى يفترشون الأرض في ظل غياب دور الجهات الرقابية عن هذا المشهد. دعونا نتابع. ونذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي حول واقع المستشفيات في العراق، فمنهم من علق وقال على منصة فيسبوك تعليق لحسين العباسي قال فيه: حتى يدعمون المستشفيات الأهلية هذا الإهمال متعمد، كل المستشفيات هذا حالها، لأن من أمن العقاب أساء الأدب. ناظم السوداني قال: كارثة، موقع نفايات وليست مستشفى. أما القانوني حيدر الشبلي فقال: هي هاي وضع المستشفيات، بل يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، يقول حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم وفاسد. أما ميديان فقال: حال مستشفيات النجف لا تصلح حتى للحيوانات كما يقول، يقول إهمال متعمد من أجل إنعاش المستشفيات الأهلية. نعم، معنا اتصال أبو محمود من
الموصل مرحبا، أو محمود من الموصل مرحبا بك معنا محمود من الموصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. أستاذي هذه الطنبورة ما تخلص، بس إحنا نريد الناس تقوم وتشغلها. وهي تفضل. تسمعني؟ أسمعك أسمعك. السجناء قاعد يطلعون رغم بالليل يومية فتوح السجون. تراي المالكي أحد حزب الدعوة تجي طيارة تأخذهم يلقحونهم أم أخمور أم طوق أموالة بشرة السنجار يلقحونهم ويقاطعوا الجيش. منين ياخذوهم؟ من يام منين ياخذوهم؟ من يا سجن؟ المثنى. وين يودوهم؟ ايوه هذه الجبلات عندي، يعني عملت ما شفتكم فيها. ما زرت عداي الجزيرة. اقوم بالدعوهم من الوقت يمكن 30 كيلو، والله ما يطلع 30 كيلو، سلموهم شلون الغنم يصيد. سلموهم ودعوهم بالطيارة وطلع عليهم الجيش يذبحهم. ولا يزال الشمس موجودة مثل على الموصل. نعم. قاعد يتعبون. قاعد يتعبون من الشرق من السجون. أنا ذاك اليوم فتت على بغداد أدور السجن. طلعت وصلت المطار شلون ما كان. ما خلانا الطب. عشت واحد قال عمي والله هي تنعدم ما تقدر الطب. يعني شيء أول شيء. قلت له ليش؟ قال عمي هنا 6000 مسجون أصغر بأمر حزب الدعوة ما حد يسمى غير حركة الثوري. نعم. إيه. قلت له شلون؟ قال والله الصين اذا يشوفونك عاد بتخلص نفسك وروح. شيخ الزرانة والله ارجع من حلال نور المالكي هذه بسيطة عليهم على المستشفى. الطيارة مطار ثري وبلغتكم بيها يا اخي. انت 2012 هو نزل عياد علام من الكرسي عشان الصدر بس يضرب لي كلها بظهر السنة والشيعة كلها بظهره. ليش يخاف؟ احنا كلنا رمادي مصري ديالنا رمادي بغداد بصرة ناصرية هذا جاي كلنا نمشي بحيته يمشي احنا نمشيك نمشي نقول المالك اربع طول خرب سوريا لبنان فلسطين العراق اليمن وراح تجي على الكويتية والسعودية والي من دول تسجل في السجناء احنا نطالب رئيس الوزراء وفي لاعب الحر اسمعني السجناء يوميا طلع منهم 40 50 البعض راح تركيا من اكثر والله من جاي صابر صابر من تركيا نعم الله معك تبي تكلم والله من جاي صابر اليوم شغلت لي كرامي مع سته شرارتي نعم نعم محمود بن الموصل كان معنا مصطفى من الموصل ايضا تفضل مصطفى مرحبا بك مصطفى اسمعني وعليكم السلام ورحمه الله اهلا وسهلا بك حبيبي اخبارك حبيبي استاذ العزيز يا هلا اخوي والله هذا كادر الطب احنا متعلمين على هذا الشيء يعني ادويه ماكو كلها خارجيه نعم ادويه خارجيه يعني كلها تريد تطلع من برا الحاب من برا كله برا يعني ماكو داخل المستشفى داخل المستشفى ما حكوا نعم يعني كلها تشتريها يعني هاي نبره الابره الباراسيتول اللي اشتب بالربع هناك تروح تشتريها من برا وهذا عندي موضوع وياكم اريد اناشد فيه الحكومه تفضل اذا من خلال قناتكم انا بس اريد اناشد ويجيب اعلان وزير الدفاع انا صار لي 7 سنين حج الدفاع واخوي هسه تعالى شاهد بكى الدواء وقع وضلع انكسر عمليته 1.5 مليون زين احنا رواتبنا وين؟ حقوقنا وين هاي صار لنا 7 سنين وماسكين قواطع ساخنه ولا ارزاق مثل ما تقول لا اي شيء واللي يقول ما انت على انت على يا فصيل او على يا وحده عسكريه؟ احنا على وزاره حشد الدفاع نعم يعني انتم تابعين للحشد او دافعين لو تابعين للدفاع؟ للدفاع احنا الدفاع وصار لكم 7 سنين ما ماخذين رواتب الدامون؟ احنا على الدفاع هاي 7 سنين الله شاهد بلا رواتب وهذه الصابيه ايدي بها 30
واخوي اصلا موجود ايام نايم بالفراش، قابلت جميع وقع بالدوام انكسر ضلعه. انكسر ضلعه. زين انا ما عندي حق عمليه هسه اسوي له، ومصدق وقاعد. نعم. زين يا جماعه انا انت يا وزير الدفاع واسمعني وما خايف. حقوقنا وين؟ رواتبنا وين؟ شغلاتنا وين؟ ليش هيك شيء؟ يعني بس اللي عنده واسطه واللي عنده هاي يستلم راتب واللي ما عنده يخليها على الله؟ هاي الحكومه لو شنو؟ ما طالبتوا انتوا عن طريق القنوات الرسميه يعني؟ طالبنا. نعم طالبنا وكنا على مظاهرات وسوينا، وهذه يوم يقولوا لنا هالسنه وهالسنه وعلى السنه الجديده وعلى الميزانيه وعلى السنه الجديده وعلى الميزانيه، وما نعرف اصارت هاي الميزانيه وما نعرف اصارت هاي الدوله. ولغايه الان لم تستلموا اي راتب. تبدي حالي باشر اجاوب، انا باشر راح اعوف اخويا بالبيت نايم وراح التحق باشر انا من الصبح. الله شاهد اصور لك المسار واصور لك القاطع مالتي كله واجزك اياه عن طريق الواتساب. اي دز وخلي شوف شنو اعداد. ارسل خلي شوف وزير الدفاع. نعم. خلي شوف واصور لك الجنود هم. نعم. واصور لك الجنود هم. وخلي وانا قاطع حمام العليل، بس واحد ما يعرف حمام العليل. نعم. احنا قاطعنا قاطع حمام العليل. ويا ريت بالمقطع اخي مصطفى تتكلمون، يعني شنو معاناتكم بالضبط؟ ايش وقت داومتوا؟ وين مكانكم؟ انتوا المتابعين؟ اشرحها بالمقطع وارسلها حتى نعرضها. اخوي بعين حتى كتب اجزلكم. يعني قبل شهر اجي جماعنا شاف الموصل زياره بقياره. قال اخوي ان شاء الله على الموازنه. وهاي مليون الف لجنه جتنا على الموازنه ودخلنا دورات وفحص. وهذه لا يقولوا لنا روحوا على بيوتكم. نعم. ولا يقولوا لنا يعطونا مستحقاتنا. يعني حتى اللي يموت بالعدنا، اللي يموت بس الواجب هم ما لهم شيء. حتى العدنا اللي يموت بس عندنا شهداء وهذه ما لهم شيء عندنا. نعم. الله يعينكم اخي مصطفى، وبانتظار المقطع اللي راح ترسل لنا اياه على الواتساب. مصطفى من الموصل كان معنا، معنا اتصال اخر محمد من امريكا، مرحبا بك معنا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بطل الشريفة قناة الرافدين. يا هلا بك. عمري سال عمر. نعم. من 2003 رحمة لأهلك. هم سوا ورحمة لأمك. هم دمار الشعب العراقي. لازم ينهونه. ينهون الشعب العراقي. والله العظيم كفيلك محمد هذا الجعفري مرة من المرات سمعوا قالوا لازم يسوي العراق 5 ملايين. سمعوا والله شاهد. نعم. والله استمارة وقعوها في قدام أمة محمد. هذا الجعفري هذا صار 40 حشك. ها؟ أقول لك صاروا أكثر من 40 هسه العراقيين، أكثر من 40 مليون. اللهم حتى لا عندك سلطان مو عبالك. عندنا مستشفيات، كفيلك الله ماكو. وبعد يجي يوم معتم الباكر، كفيلك الله وحيدبرونه للشعب بس نشوف. والله العظيم قال أبو قلقة وأبو عمامة. أبو عمامة استوى بيهم صلاة الجمعة، والله العظيم ما يطول الأسبوع، والله العظيم حارس الثوري الإيراني حيقتلونه. كفيلك الله شلون قتلوا أبوه؟ بدم صدام الله يرحمه صدام، قتلوا أبوه حارس الثوري الإيراني، هو حيقتلونه همين، حارس الثوري الإيراني هو حيقتلونه، ونهايته قريبة، والله العظيم، والله الله شاهد، وشوف ما يطول الأسبوع، وشوف المجازر حتصير بالعراق. شوف المجازر عن يا سيادة هي وين أكل سيادة؟ نسأل الله أن يجنب العراق والعراقيين الفتن. نعم محمد. العراق المحكمة كلها مسيسي طبعا الإيران. هم التابعين لإيران عمي كفلك الله. يقول الكاظم وغير الكاظم. كلهم ملايين إيران عمي. دمروا لي البلد. الله يهجم على رؤوسهم وعلى أبوهاتهم إن شاء الله. تحياتي للرافدين البطلة. حياك محمد من أمريكا كان معنا. معنا اتصال أبو علي من العاصمة بغداد. مرحبا بك معنا أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله أهلا وسهلا بك. يا أهلا بك. السلام على هذه القناة الأرقى والأنقى. حياك الله. هذه القناة الوطنية، القناة التي تنقل الحق والحقوق للمواطن العراقي. تحية لكم. حياك الله. من كل العراق. وأحيي الأخ العزيز بهجة الكردي، وأرجو منكم أن يكون برنامج كما كان في الدكتور بهجة الكردي
واحييك انت العزيز وكل كادر القناة والعاملين عليها. حياك ابو علي. عندك شيء تتكلم به؟ احنا تحدثنا عن الواقع الصحي في العراق، اخذنا جانب ومقاطع منتشرة على منصات التواصل الاجتماعي تبين يعني انتشار النفايات، تهديد الكوادر الطبية. نعم، انقطع اتصال مع ابو علي من بغداد. دعونا نذهب الى ملف الكهرباء في العراق. اشار رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي العام الماضي الى ان العراق انفق ما يقارب من 80 مليار دولار أمريكي على قطاع الكهرباء منذ عام 2003 ولغاية 2021، لكن الفساد بحسب الكاظمي كان عقبة قوية أمام توفير الطاقة للناس بشكل مستقر، وهو إنفاق غير معقول دون أن يصل إلى حل المشكلة بحسب مصطفى الكاظمي من جذورها، يعني حل المشكلة من جذورها. ويقول الخبير الاقتصادي العراقي باسم جميل أنطوان بأنه وفقا للمعايير العالمية فإن صرف مليار دولار يمنحك القدرة على توليد 1000 ميجاوات، لكن العراق صرف نحو 80 مليار دولار على ملف الكهرباء منذ عام 2003 ولم يتجاوز حجم الإنتاج 19,000 ميجاوات. وكذلك تستمر المقاطع على منصات التواصل الاجتماعي حول معاناة العراقيين من الكهرباء، ومنها ما تم نشره لأحد المواطنين من محافظة البصرة وهو يتحدث عن عطل محولات الكهرباء وغياب المتابعة من قبل الجهات المعنية في قضاء أبي الخصيب. دعونا نتابع هذا المقطع الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي في العراق. طبعا من قضاء أبي الخصيب بعد المناشدة اللي وصلتنا في منطقة عويسيان. طبعا أنا اليوم جيت لهم مقمصلة، هاي رسالة إلى قائم مقام أبو الخصيب وإلى محافظ البصرة وإلى مدير كهرباء أبو الخصيب. شوف أنا جيت لكم اليوم مقمصلة، ليش؟ اليوم ثلوج والجو بارد، يعني أنت من نشوف اليوم متابعتك في قضاء أبو الخصيب شنو دورك؟ عدنا اليوم محولة وعدنا أكثر من منطقة اليوم ما بيها كهرباء، وانت تعرف اليوم الجو وتعرف كل هاي الأسباب. ما أعرف اليوم هل يا ترى مدينة النرجس أهم من الشعب؟ هل يا ترى خليجي 25 أهم من الشعب؟ يا أخي يا قائم مقام أبو الخصيب، هاي رسالة، يعني انت من تشوف الشعب بالجو الحار لابس قماصل، يعني شو تتواصل بيهم؟ يعني بهاي الحالة انت جاي تأذي الناس، متابعتك وين؟ يعني انت من جاي شوف الناس مهتمة بهاي الامور، يعني انت لا كهرباء لا ماي، يعني كل هاي الاسباب جاي تأثر على الشعب البصري وخصوصا أبو الخصيب. فانا يوم جيتهم لابس قمصلة لان شفتك وثلج وبارد الجو والكهرباء فول مفولة، عندهم الكهرباء اليوم. عم اطلع تابع قضيتك، هاي عندك المحولة واغلب المحولات في بعض المناطق تاتلهم الحر. يا اخي اطلع تابع قضاء ابو الخصيب، يا قائم مقام، يا مدير كهرباء ابو الخصيب، شنو موضوعك انت؟ اريد افتهم. يا اخي اطلع تابع مناطقك، تابع مؤسساتك، تابع موظفينك، يعني انت من تشوف اليوم كهرباء ما موجودة، وين تتواصل بالشعب البصري؟ هاي الرسالة إلى كل مسؤول في محافظة البصرة. نبقى مع معاناة العراقيين مع الطاقة الكهربائية، وهذه المرة مع أطفال العراق، وأحد المقاطع التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية تبين صرخات أطفال البصرة بسبب انقطاع الكهرباء منذ أكثر من 10 أيام، مما فاقم معاناة الأهالي واكتفاء المسؤولين بالتصريحات والوعود. دعونا نتابع هذا المقطع الذي لاقى تفاعلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي في العراق، فلنتابع. صارنا 10 أيام ما مسوين الكهرباء، كل ساعة الجولة تطيح ونروح نسويها، شو نسوي احنا؟ كل ساعة وطاحت ورحنا سوينا النوبة، احترقت النوبة، نروح لابو الكهرباء يقول لنا لا تطولنا 130,000، يعني احنا منين نجيب؟ الله أكبر. هسه المريض ما عدي، يشتغل عماله ما عدي، يشتغل تاكسي ما عدي، ما حد عدي، يعني هسه الجهال قاعدين بالشارع ونايمين، المرات قاعدات بالساحه ونايمات،
يعني احنا وين نروح؟ نحرق روحنا بعد شو نسوي؟ عمرت كهرباء كفيلك الله يا الاطفال على الشناية، ما تقول لي شنو هاي الاطفال؟ عمك كفيلك الله عندنا بنيه والقران كلياته، كذا ماتت وين نوديها غير كلها سببك؟ اصلا متروسه نفوت كفيلك اخر الله كلها كهرباء صار لها 10 ايام ماكو تجينا بيها فلوس لو ما بيها بيها خير من الله انها مليارات عمك فيك العباس نفوت هنا خير من الله بقاع صدق لك كذلك ونفط ماكو فلوس خير من الله بس بقاربه ماكو انا ايام ننام بالحروره صار لك كم يوم تنام بالحروره صار لنا 10 ايام ننام بالحروره يعني حاره حاره اي ماكو كهرباء ليش ما كهرباء طاقه المحوله اي ما حيسويها اي ما اسويها ها شو يقولوا لك فلوس عم تطلع فلوس نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي حول معاناة العراقيين مع الكهرباء التي تتكرر كل عام وكل سنة. نائل يقول الكهرباء حلم لا تصدقون تستقر لأن يعتبرونها ورقة ضغط على الشعب. قحطان المحمداوي يقول هذا حال البصرة في ظل هاي الحكومات الفاسدة. أما محمد البديري فقال والله عيب على الحكومة، البصرة أم الخير بس الخير مو إلها، كل صيف يصير هيك الله ينتقم منكم. أحمد المياحي علق وقال جميع محافظات العراق تعاني ومنكوبة، يعني واردات النفط ما يقدرون يسوون منظومة الطاقة على الغاز، شنو الصعوبة؟ أموال موجودة والغاز موجود والأيدي العاملة موجودة، ينقصنا شنو؟ يتساءل أحمد المياحي. ما اتصال أبو علي من محافظة الأنبار. نعم انقطع اتصال مع أبو علي من الأنبار. نعم نذهب إلى ملف آخر في ملفات اليوم، وبالحديث عن انتشار النفايات في شوارع المحافظات العراقية وداخل الدوائر الحكومية والمستشفيات، فإن كمية النفايات في العراق ارتفعت بمختلف أنواعها لتصل إلى أكثر من 9000 طن يوميا بحسب إحصائيات صدرت عن أمانة بغداد في عام 2019، أي ما يعادل أضعاف ما كانت ترفعه كوادر البلديات قبل عام 2003، لتمثل معضلة كبيرة لم يتم إيجاد حلول لها بشكل جذري. وقد تلقت الحكومات المتعاقبة في العراق عروضا استثمارية من شركات أجنبية عدة لمعالجة ملف النفايات من خلال إنشاء محطات لتدويرها واستغلالها في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية لإنقاذ البلاد من النفايات وما تشكله من مخاطر على تلوث البيئة وعلى الإنسان، وفي نفس الوقت تساهم في حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي المتكرر. وبالرغم من حاجة العراق الماسة لمعالجة ملف النفايات واستغلالها في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية، فضلا عن حاجته الملحة للطاقة الكهربائية التي استنزفت موازناته منذ عام 2003، إلا أن هذه المشاريع ما زالت تواجه عقبات كبيرة تعرقل تنفيذها من قبل الأحزاب المتنفذة والميليشيات التي تبحث عن حصة لها في كل مشروع واستثمار. وفي تقرير لصحيفة العربي الجديد العام الماضي أشار خبير الطاقة عبد الكريم القيسي وقال بأن إحدى الشركات قدمت عرضا لشراء الطن الواحد من النفايات بمبلغ 5 دولارات فقط، ومن ثم تقوم ببيع الطاقة المنتجة لصالح وزارة الكهرباء ب4 سنتات ونصف السنت لكل كيلو وات، بينما يستورد العراق الطاقة من إيران ب11 سنتا لكل كيلو وات، وهو ما يؤكد بحسب الخبير بأن الجهات المعنية بهذا الشأن غير جادة في إصلاح الوضع الاقتصادي للبلد بقدر ما تهمها المصالح الحزبية والشخصية. ومن صور النفايات التي تنتشر في شوارع العراق، أحد العراقيين صور مقطعا يبين تراكم النفايات أمام جدار أحد الدوائر الحكومية في محافظة بابل وتحديدا في حي الحسين، وقام بنشره على منصات التواصل الاجتماعي. فلنتابع. بابل بحي الحسين بهاي الدائرة اللي تابعة من دائرة الشباب والرياضة نادي رياضي ما أعرف. تفضل هذا منظر، تفضل هذا منظر. يعني هسه أنت مقتنع يا مدير هاي الدائرة، مقتنع هذا السياج مع دائرتك الصبح من تطلع تشوفه لو ما تشوفه؟ أنا أسألك بالله عليك أنت يا مدير هاي الدائرة،
انت يا مسؤولين انتم مقتنعين مدير دائرة الصبح من يطلع من هنا يفوت ويشوف هاي النفايات وهاي الزبالة بالسياج مال دائرته يقبل؟ انت تقبل باب دائرتك هذا منظرها؟ احنا اليوم من نحكي ترى قمنا نحكي فشق، لان ما يحتاج بعد واحد لا يلف ولا يدور، الوضع مال البلد انتهى، الوضع تعبان. يعني انت تقبل هذا سياج مال هاي الدائرة؟ مقتنع انت مدير دائرة هذا سياج دائرتك؟ تفضل. هاي الدائرة الاخرى المن تابعة للرعاية؟ ما ادري المن تابعة هاي، بس على كيفك. هاي المن تابعة؟ هاي العمل والشؤون الاجتماعية بابل. مقتنع انت يا مدير هاي الدائرة هذا وضع السياج مالتك؟ ما تطلع لك عامل، ما تطلع لك عامل، عامل ما تطلع لك عامل يشوف الباب مال السياج مال دائرتك؟ انتم مقتنعين؟ يعني هذا سؤالي الى مدراء الدوائر، انتم مقتنعين؟ تفضل، هاي هذا الظهر مال الدائره، شوف شلون مسوي نفايات ومتروك، انتم مقتنعين؟ انا سؤالي اوجهه الى مدراء الدوائر، تقتنع انت مدير دائره تيجي الصبح تشوف السياج مال دائرتك النفايات والازبال وهذا التراكم الموجود؟ الى تفاعل الجمهور العراقي حول هذا الموضوع ومن هذه التعليقات على منصة فيسبوك، يقول أبو أمير القرعاوي، يقول أكيد هو لأن صار مدير بالمحاصصة الحزبية وغير مؤهل أن يكون مدير، لو كان فعلا مديرا ومؤهلا لهذا المنصب لما قبل هذا الوضع وقلب الدنيا على أن يكون المكان نظيف بقدر ما تكون غرفته نظيفة. نور الهدى تقول ليش هي يا دائرة عندنا محيطها نظيف تتساءل. أما عبد الله فقال الحلة عبارة عن خرابة لا يوجد أي ملامح لها كباقي المحافظات المجاورة، يقول النجف كربلاء وغيرها من مع العلم هي أزهر مساحة. أما إيكور فقال هذا مركز الحلة، يقول يعتبر التقصير كل التقصير على ديوان المحافظة والبلدية، المفروض رصيف جانبي ويتغلف مقرص ويتشجر بأشجار الأكاسيا. نعم، معنا اتصال ثائر من بريطانيا. مرحبا بك معنا ثائر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا والله وسهلا. أنا الموضوعكم جدا جميل، لأنه نعم. أتذكر أنا كوني خبير في مجال صناعة الإسمنت بالعراق. نعم. زرت سنة 2013 أحد معامل النفايات في فرنسا في منطقة لا. ليون في مدينة لا. ليون لا. هذا المعمل يجمع الزبالة من خلال البلدية يسووه بعبوات يستخدم بنسبة 20% في الحرق في مجال صناعة الإسمنت. والمعمل هذا كله بفقط 3 يشتغلون، يعني العملية جدا سهلة. صناعة بريطانيا يقسمون النفايات يعني إعادة تدويرها وإذا غذائية وإذا عامة. نعم. هذا الموضوع جدا سهل في العراق. أنه يتم توزيع هذه الأمور إلى الناس، أنه هذه ممكن الاستفادة من عدد. نعم. والأماكن كثيرة موجودة في مناطقنا بالعراق. عمل معمل مثل هذا المعمل ومعامل الإسمنت موجودة كثيرة جدا، والاستغناء بنسبة عالية عن النفط، استخدام الفحم و20% نفايات اللي تنقلها البلدية إلى هذا المعمل. بس لكن للأسف لا. هل تعلم أستاذ ثائر، هل تعلم من الحجج التي تقدمها الجهات المختصة للشركات التي تأتي للاستثمار في مجال النفايات في العراق بأن من الصعوبة بمكان توفير أماكن لوضع النفايات، يعني وضع الأوراق على جانب؟ نعم نعم. تخيل، يعني يتحججون بأنه من الصعوبة بمكان هذا الجانب العراقي، يقول لك احنا ما نقدر، يقول لك صعبة احنا نخلي مثلا للقواطي مكان وللورق مكان وللأطعمة مكان. هل هذه حجة يعني مقنعة برأيك؟ لا 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 لا، هو شيء الأمور مشكلة، هم ما مسوين في القانون. نعم. للاستثمار يأمن أو يحمي المستثمر اللي يدخل العراق. إذا هو لي قدام قبل لا يجي يردون نسبتهم. نعم. لدعم أحسابهم ولدعم جيوبهم، فهذا المستثمر أكيد ما عنده استعداد يدفع. نعم. وإذا دفع راح يطلع الفرق من أموال الشعب. فبالمحصلة النهائية دول الناس ما ينفع معهم الكلام. نعم. احنا حاولنا كثيرا ان نطرح مقترحات وطنية يعني حبا بالعراق، لانه كنا نتمنى نعم
كان صاغي، ولكن للاسف ماكو اي تغيير وما اطيل عليك. انا اشكرك جدا، شكرا جزيلا، واتمنى لكم الموفقيه والتواصل معكم استاذي العزيز. شكرا، شكرا جزيلا لك اخي ثائر من بريطانيا كان معنا. معنا ابو عبد الله من صلاح الدين، مرحبا بك معنا ابو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. اسمح لي خلي احكي براحتي استاذ العزيز. تفضل استاذ العزيز. الو اسمعك. اسمعني. اسمعك اسمعك استاذ العزيز. هي النفايات مو بس الشارع. نعم. مع نفايات هذول المسؤولين بالبرلمان. نعم. جينا ناس دايحه، ناس ساقطه، ناس مرتزقه، ما يهمها الشعب ولا البلد كله. هاي جتي ناس على محاصصه، غطي لي وغطي لك، انا ابوك تغطي لي. القانون مالهم يمشي على الفقير. يمشي على الفقير، واكو ناس اعتبرها فحت برجلين استاذ العزيز. نعم. دون معتقلين، يعني هسه لو بس يعني وقت الامريكان اللي اعتقل ورا خبر اهله، واهله يقوموا يروحوا. اكو ناس اعتقلت من يقولون التحرير، من صار التخريب. تخريب مو تحرير. تحرير من يجي يحرر ماكو يبوق بيوت العالم ويحرق بيوت العالم ويفلش فوق التحرير ويقول داعش. داعش فجر. داعش ما فلش. الفلشت لحن. كلامي. اتم يوم. المالك يخليه يروح شويه ويا تركيا، يقدر يسولف ويا تركيا. يسولف في تركيا. هو ومصطفى الكاظمي والله يدوروا اعتذار. نعم. نعتذر آسين. وهذا البشر راح على دم بارد، شنو ذنبه؟ هاش يقول لأبو الله يرحمه لو يعلق صورته بالشارع، الشهيد البطل. شهيد بطل من وراء ناس دايحة، من وراء ناس سفلة، من وراء ناس ماكو ما عاد تعرف لا حكم الله ولا حكم العبد. ماكو شيء ترى أستاذ العزيز. نعم. يعني احنا من نحكي ماكو نقول النظام السابق، لا النظام السابق انت أكاد. يعني هنا تقول على الزباله، على الزباله والنفايات. اكو ما يلق لك بصلاح الدين، ما يلق لك بيا مكان. واحد سوى حديقه مقابل بيته اشتكوا عليه جوا البلديه وفلشوها. قال لهم حديقه احسن لو زبله، يقولوا له الزبله احسن. قام يقول له الزبله احسن. يعني شقد قدر هذا القائم مقام؟ شقد وفخ؟ يوم الحديقه مرتبه وزارع على فيل يقول له الزبله. يعني وينك ايش حكي؟ نعم ابو عبد الله. هذا استاذ العزيز. نعم. انا اشكرك ابو عبد الله من صلاح الدين كان معنا. مستمرون معكم اعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقه، ناخذ هذا الفاصل ونعود اليكم. أهلا بكم من جديد. وفقا لهيئة المنافذ الحدودية في العراق، تم تحقيق إيرادات بأكثر من 107 مليارات دينار عراقي، حوالي 90 مليون دولار أمريكي، من المنافذ الحدودية فقط في شهر أغسطس آب لعام 2020، وهو ما يعادل ضعف المبلغ المحصل خلال نفس الشهر من العام 2019. إلا أن عضو اللجنة المالية في البرلمان السابق أحمد الصفار أكد بأنه
رغم زيادة حصيلة الإيرادات من المنافذ للضعف مقارنة بالمستويات السابقة، لأنها لا تزال أقل بنحو 50% عن المبالغ الحقيقية الواجب تحصيلها، خاصة في ظل حجم التبادل التجاري بين العراق ودول الجوار. وكان رئيس هيئة المنافذ الحدودية كاظم العقابي قد قال في تصريحات صحفية في عام 2020 بأن العراق يخسر المليارات شهريا بسبب فساد المنافذ، وبالأخص ميناء أم قصر في البصرة جنوب العراق، فيما دعت لجنة الأمن في ذلك الوقت في البرلمان إلى إبعاد الميليشيات عن تلك المنافذ وإنهاء سلطة المسلحين والخارجين عن القانون على دوائر الدولة. وعلى الرغم من كل هذه الأموال الطائلة التي تحققها المنافذ الحدودية، إلا أن حال المنافذ يعكس غير ذلك. فأحد المواطنين العراقيين صور انتشار النفايات على أرضية صالة استقبال المسافرين في منفذ الشلامجة الحدودي شرق محافظة البصرة وحال المنفذ. دعونا نتابع هذا المقطع. جانب العراقي هذا الدخول للعراق، يعني كنا بالصالة الإيرانية نظيفة وما بيها مشكلة، العلم احنا مغادرين إيران. شوف الجانب العراقي بس فقط، شوف القذارة وشوف الوضعية اللي يرثى لها صراحة، يعني يجبرك حتى لو ما تريد تشتي لازم تشتي. لا كما أن هناك تصريحات لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وكذلك وزير المالية عبد الأمير علاوي بأن مليارات من الدولارات تذهب إلى جيوب الميليشيات والأحزاب من إيرادات المنافذ الحدودية. دعونا نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي حول هذا الموضوع. المحامي منتصر محمد يقول فعلا منفذ بائس لا يستحق أن يكون واجهة للبلد. أما أحمد البصري فقال هسه هو سجل لو منفذ يتساءل، وهذه المصطبات يا جماعة مال مستشفيات بالإعلام المسؤولين يتبجحون ومسوين البصرة الأولى بكل شيء، وهي مدينة أنقاض وسكراب وأوساخ ومستنقعات بكل مكان. أما أبا ذر فقال تشعر بالخجل وأنت تدخل منفذ الشلامجة البائس لمدينة رابع احتياطي نفطي بالعالم. يقول مع الأسف جميع منافذ البصرة مهملة وبائسة من ناحية الخدمات والبناء التحتية. حيدر العيدان يقول هذا يدل على من يحكم العراق، فجميع المنافذ والمطارات هي واجهة البلد. نعم، معنا اتصال أبو سجاد. مرحبا بك معنا أبو سجاد. أبو سجاد معك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. تفضل أبو سجاد. من دا سؤالك؟ تفضل، معك مقدم البرنامج عمر، تفضل. السلام عليكم أستاذ عمر. أنت على الهواء مباشرة، يا أهلا بيك، أهلا وسهلا. شلونك أستاذ العزيز؟ الله يسلمك، الله يحفظك. بارك الله وبيك، الله يخليك. الله يحفظك إن شاء الله. الله يسلمك. بخصوص الملف الكهربائي استفسروا بعض الأخ محمد ومحمد جد وعند إخناتكم الكريمة. نعم إذا تسمح لي. يعني تفضل. أي فأكو شخص قال عندنا الغاز وعندنا المال فماذا ينقصنا في العراق؟ اللي ينقصنا حبيت أجاوب شو القصه؟ يحكم العراق مافيات لا تمتلك الشرف، فينقصها اولا الشرف. هذا اول نقص عند المافيات الحاكمه بالعراق. نعم. زين، والثاني شو ينقص نحن كمسؤوليه بس الحاكمه، احنا كشعب هم تنقصنا الغيره على المصلحه العامه. لان احنا غيرتنا ظاهر بس على مصالحنا الخاصه يعني للاسف الشديد. يعني ما عندنا غيره على وطننا. وشوفنا اهتمامنا دائما بالمصالح الخاصة مالتنا والملكية الخاصة، أما الملكية العامة فما عندنا غيرة عليها. فترى نسبة الجريمة بالعراق يشترك بها احنا كشعب وكمافيات قدرة أجلك الله وجل السامعين تحكم العراق. فمن هذا الباب التجاوب هذا الجواب. فأخي العزيز مثلا ما كان عندنا احنا كشعب غيرة
احصاننا ومستقبل اطفالنا راح نقدر نوقف ضد هذول المافيات اللي جونا من شوارع لندن وشوارع باقي العواصم ونهضوا خيرات بلدنا ودمروه. نعم. زين. واخوه صاحب صرخة الريد وطن. اخوه العزيز عندنا كعراقي نفسه. وانا خلصت من وقتكم استاذ عمر. انا اشكرك لك ابو سجاد من بابل، شكرا لك، كان معنا. نذهب الى فقره الانفوجرافيك لهذا اليوم اعزائي المشاهدين. حجم الانفاق على الميليشيات يستنزف اموال الدوله. سلط قسم التواصل الاجتماعي الضوء على حجم الانفاق على الميليشيات واستنزاف أموال الدولة، وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العراق وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، تستمر الحكومة بضخ الأموال على هذه الميليشيات دون مساءلة. دعونا نتابع. كان عدد الحشد على الورق كنت تسلمهم رواتب 150,000؟ هذا المسجل لديهم ليس أكثر من 60,000 في الفضاء. معنا اتصال أم موسى من محافظة البصرة، تفضل يا أم موسى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. أهلا أختي. أهلا. العفو، أنا عندي مشكلة بالتقاعد، تقاعد الوطن. نعم. أنا رعاية. نعم. ولا عندي وظيفة. رحت أسوي راتب والدي. نعم. المتوفي. نعم. أحوله باسمي حتى أنا آخذ راتب تقاعد والدي. نعم. يعني قف أنا المعاملة تصير هسه يقولوا لي والله إجا قرار ما تصير منين؟ من مجلس النواب. مجلس النواب حكى حكاية في تواصل معي. نعم. نعم. والنوبة أنا رايحة وجاية خسرت كومة فلوس وسويت كثرة ولا مشوا لي ولا يعني قال يعني انطوني أساس أمل إني شهر السابع رحت لهم ماكو. إيه. حد الآن. أنا خطيت وما أنت قاعد. نعم. قلوا والله ما سوي اسمه براءة ذمة. فحولوه على تقاعد والدي. نعم. والدك الله يرحمه صار له شقد متوفي والدك؟ متوفي. والدي. صار له شقد؟ الصوت شوية يقطع. صار بعد والدي تزوجت أختي. شلون؟ ألو. صار لش قد متوفي والدك؟ من 1992. من 92. ومن كان يأخذ نعم. التقاعد مالته؟ كانت قبل والدتي تأخذه. أيه؟ عليها قافرين. تمام. بعدين من صار 2003. أيه؟ قاعدين لازم تتنازل تقاعد واحد. نعم. عندها عندي اختي ما متزوجه صغيره كانت. نعم. عندي باسمها وهي قامت تاخذ راتب تاخذ راتب اخوي المرحوم.
هسه لا من تقاعد اخوي المرحوم ولا من تقاعد والدي، ضالين احنا يعني حتى الراتب قاطعين علينا، ما يفكرون بالناس شلون تعيش ومنين نجيب. زين شنو علاقه مجلس النواب بالتقاعد؟ حطوني هاي الاسم من القرار اروح لبغداد. نعم. قالوا لي والله ما نطيق. انا قبل كم يوم، يوم الخميس رحت دارة التقاعد، دخلت على مدير اللي هو يصير لك الراتب، بس انا ما اقدر اسوي لك شيء. ان شاء الله صوتك. انا صديقتي مسوي الراتب. ايه. نعم نعم. ايه شو بيها صديقتك؟ والدها هي أرملة وعندها 3 أطفال. نعم. فقالت ما أخذ أنا راتب رعاية لين قليل، أخذ راتب والدي. نعم. راحت سوت راتب والدها هي أرملة. نعم. إن شاء الله يوصل صوتك أم موسى للجهات المعنية. نعم. ويساعدوك. أنا أشكرك أم موسى من البصرة، كانت معنا والديك. دعونا نذهب إلى الهاشتاج أعزائي المشاهدين لحلقة هذا اليوم في تسريب المالكي والذي اتهم فيه المرجعية بالصمت إزاء مجريات الأحداث، مرجحا انقلاب الطاولة على الأحزاب الشيعية، فيما تعهد بعض زعماء الميليشيات الجالسين مع المالكي بإعادة زمام الأمور بيد المالكي بشرط توفير دعم لهم. وأضاف المالكي خلال اجتماع على ما يبدو مع مسؤولين في الميليشيات الموالية لطهران بأن بعض القوى السياسية يمكن شراؤها بالأموال، واصفا إياهم بالأراذل بحسب قوله. وأشار المالكي لأنه سيحصل على مباركة المرشد الإيراني الخامنئي بكل سهولة إذا انتشرت الفصائل في المحافظات العراقية، ردا على استمرار الأزمة السياسية، مضيفا بأن من وصفهم بالبعثيين هم من يتحكمون ببعض الأحزاب السياسية. ومن جانب آخر نشر موقع التقنية من أجل السلام وقال بأن التسريبات الصوتية المنسوبة للمالكي هي صحيحة ولا يوجد أي تلاعب فيها. وبعد انتشار التسريب الكامل لنوري المالكي يوم أمس والذي مدته نحو 48 دقيقة، أطلق عراقيون واسم التسريب الكامل وتفاعلوا عليه. يقول مهدي تحت هذا الوسم التسريب الكامل: بعد الاستماع للتسريب الكامل تبين بأن جميع الويلات تأتي على رأس الشعب من قبل خامنئي وذيولهم في العراق. أما ليث يقول: يجب التركيز على مطلب تحقيق ومحاكمة المتورطين. الأشخاص عرضوا مشروع على المالكي، يعني لديهم تنظيمات تشكل خطرا على السلم الأهلي. من الممكن الأشخاص عارضين مشروعهم على عدة أشخاص غير المالكي. أما عمر فرحان أو عمار يقول: من سلم ثلث العراق إلى داعش لن أستغرب أن يعطي كل العراق لأي جهة حفاظا على نفسه. يقول المالكي إرهابي ومختل عقليا، لابد من محاسبته. أما سلوى فتقول: يفترض بالقضاء التحرك بصورة جدية. التسجيل يتحدث عن تآمر مع الحرس الثوري، عن حديث على انقلاب عسكري، عن تحريض على اقتتال داخلي، في أي شيء أخطر من ذلك ينتظرون. وإلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.